يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الجزء الثاني المقارنة بين استراليا وبين نيوزيلندا حسب تجربتي الشخصية بين هالبلدين والفترة الطويلة اللي عشتهم. ومن وجهة نظري ان الفرق بين استراليا وبين نيوزيلندا، واللي ما تابع الجزء الاول الرابط راح يكون تحت بالاسفل الشاشة، راح يشوف ويعرف ويتابع الجزء اللي طافه من الجزء الاول. احنا اليوم راح نتكلم عن الفرق بين استراليا وبين نيوزيلندا تكملة للجزء الاول، راح نكمل. بالنسبة للبعد الجغرافي عن بين البلدين والوطن العربي، اذا تسافر من ملبن من هنا هذه الجهة، ملبن او سيدني او بريسبن، توصل الى الوطن العربي، توصل الى دبي. انا كل اخذ طيران الاماراتي توصل الى دبي 14 ساعة في الطيارة، ضيف لهم 3 ساعات من نيوزيلندا الى استراليا، يعني صار عندك انت 17 ساعة 18 ساعة وانت معلق في السماء، فالبعد الجغرافي ابعد فاسترالي. لكن اذا قربت على ادليت لا، انت وفرت ساعتين. اذا قربت على بيرث وفرت 5 ساعات. من بيرث الى ملبن او الى سيدني او بريسبن 5 ساعات بالطيارة، لاحظت؟ فهذه الفرق بينهم، المسافة بعيدة جدا وانت معلق في السماء 14 ساعة. لكن اذا تعيش في بيرث وفيها جالية عربية كبيرة جدا، فانت وفرت 5 ساعات على الطيران، فهمتني؟ فهذا البعد الجغرافي للوطن العربي. الجالية، جماعات الجالية تلاقي اكتر جماعة جالية في استرال في نيوزيلندا فقط، تلاقيها في اوكلاند، يعني في تجمع عربي كبير، وفي ولينغتون اغلبهم يسكنون، اغلبهم اخواننا العراقيين من الطائفة الاشورية والكلدانية يسكنون في ولينغتون. ايضا في اوكلاند في جالية عربية كبيرة، لكن في سيدني وملبن لا، الجالية العربية كثيرة بشكل رهيب، خصوصا في سيدني وملبن، وخصوصا في سيدني جالية عربية، خصوصا الجالية من الأخوة اللبنانيين كبيرة أصلا في مناطق ما أدريش هل اللبناني أصلا لمعلوماتك، يعني عربي. فملبن فيها العرب متوزعين حوالين ملبن. أدليد أيضا فيها نسبة لبنانيين أو عرب يعني كثر. بيرث أيضا ما رحت لها بيرث صراحة. بريسبن فيها جالية عربية كبيرة أيضا. فأنت هذا الفرق، إذا تبي تدور جاليات عربية حددت لك المناطق أنا وين تلاقيها بين نيوزيلندا وبين أستراليا. رمز البلد النيوزيلندي معروف يسمونه الكيوي، يعني هو رمزا الى الطائر الكيوي والى نسبة الفروت الكيوي موجود في وفرة في نيوزيلندا، متوفر بكثير. وطائر الكيوي الذي فقط يتواجد في نيوزيلندا استراليا، ومعروف استراليا ما يحتاج، الكنغر متوفر وبكل مكان وشكل يعني ضخم جدا، يعني فهذا اللي رمز بين البلدين الكيوي والكنغر. نكمل بالنسبة للعاصمة، العاصمة هي كمبيرا، العاصمة السياسية استراليا في استراليا، العاصمة في نيوزيلندا اللي هي ولينغتون، فهذا اللي يفرق. يعني بالنسبة للعملة، العملة ركز على العملة، العملة استراليا اذا عندك دولار نيوزيلندا تعطيك دولار و 10 سنت، يعني استراليا دائما عملتها اقوى من نيوزيلندا. سلام. طبيعة نيوزيلندا، انا اشوف نيوزيلندا من اجمل دول العالم حسب زيارتي الى العالم، كثير سافرت تقريبا 62 دولة مسافر، وان شاء الله راح انزلهم على القناة ان شاء الله، راح تشوفون السفرات القديمة اللي راح انزلها ان شاء الله، فاغلب سفراتي راح تكون قديمة راح انزلها، فسافرت كثير لم ارى اجمل من نيوزيلندا بصراحة. نيوزيلندا فيها ميزة على فكرة، البلد الوحيدة اعتقد هي وايسلندا، هذه ايسلندا دولة من دول، اعطيكم شوي شرح جغرافية، هذه دول من دول الاسكندنافيا، اسكندنافيا دول 5 اللي هم النرويج، فنلندا، السويد، الدنمارك، وايضا ايسلندا. فنيوزيلندا الدولة الوحيدة اللي ما فيها لا حيايا ولا عقارب، يعني ما في لا ثعبان ولا عقرب ولا حيوانات مفترسة. نيوزيلندا بلد جميلة جدا، غيوم على طول، طبيعة جميلة، خلابة، شلالات، انهر، وديان، جبال، شيء سحر، سحر جميل جميل، يعني سبحان الله، الله يعني ابدع وبالفعل تفنن سبحان رب العالمين في 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 نيوزيلندا، شيء جميل، شيء يعني ما ودي، يعني انت شو راح تشوف نيوزيلندا، راح تشوف طبيعه، جمال الطبيعه في نيوزيلندا، وبالفعل بيور 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 نيوزيلندا، بيور بلد يعني نقي جدا، والهواء والسماء وكذي. بالنسبه لطبيعه استراليا، طبيعه استراليا جميله جدا، ولكن مثل ما قلت لك استراليا تختلف، هني في برد، هني في حارة، هني في صحراء، هني في تروبيكال، هني في ايضا غريب للدول جو استراليا كبيره جدا، ولكن السياحه في نيوزيلندا اكثر واجمل، يعني
في بكثير عن استراليا حسب تجربتي بالنسبه للبلدين. بالنسبه للطرق والشوارع، لا استراليا طرقها افضل واوسع والسرعه ايضا يعني ممتازه. بالنسبه لنيوزيلندا طرقها جميله وواسعه ولكن ليس كبسع استراليا. بالنسبه للحوادث يعني اعتقد انا ما اشوف حوادث والحمد لله، الكل متغيد الحمد لله ما في حوادث، وما اشوف ان حوادث كثيره يعني، فما تسمع فيها قليلا يعني، تسمع تشوف في استراليا ترك ما ترك وكذي، ولكن ليس بنسبه كبيره مثل ما نسمع في الدول الاخرى. كوارث الطبيعيه، وركز على الكلام هذا، كوارث الطبيعيه نيوزيلندا لا، هني استراليا تتغلب. نيوزيلندا بلد على الخط اللي هو مال ماشي مال الهزات الارضيه، في كثير هزات ارضيه. نتذكر ب 2008 اللي حدث في كرايستشيرش وهزت كرايستشيرش، في عندهم منطقه اسمها نبهير، هنا نبهير فوق هذه نبهير فيها زلزال كذا زلزال، يعني نيوزيلندا فيها براكين وفيها نوعا ما زلازل وهزات ارضيه وانفجار بركان. وبين فتره وفتره سمعنا 2019 ايضا بركان اسمه وايت ماونتن صار فيه بركان وهاج عليهم ويعني في قتل بعض السياح، فهذه المشكله يعني. استراليا ما نسمع صراحه، ما اسمع الا عندك الحرائق. انتبهوا على هذا الموضوع، موضوع الحرائق، انت سمعت حرائق مو معناها استراليا كلها احترقت، مو ما لا يضخم لك الاعلان. حرائق بالغابات فقط، يعني مو بالبيوت ولا حواليك ولا يجوك اصلا، ما تشوفه يعني، الا السنه طافت كان في حرائق كثيره بسبب الحراره وتغلب الجو والجلوبال وورم، فشويه عندنا مشكله الحرائق، هذه ايضا مشكله في استراليا، فاعطيتك الفرق بين الكوارث الطبيعيه. الحين بالنسبة لفرق طبيعة الشعب، هم شعب أساسا شعب أصول أوروبية، فشعب عادي يعني، شعوب من شعوب ماشيين على القانون، شعب عادي. تلاقي الزين، تلاقي الشين، تلاقي اللي ما له شغل فيك، تلاقي اللي ما وده يشوفك، تلاقي الفرندلي، تلاقي الطيب، تلاقي المحترم، تلاقي المو محترم. شعب حالة حل أي شعوب أخرى يعني. يعني أنا أشوف شعب صراحة راقي يستاهل لك تعيش معه، شعوبهم طيبة صراحة. مش الطيب اللي يعني عفوا اللي اسكت يدخلك بيته ويعزمك ولا لا لا، يعني شعب ما له شغل فيك، يعني امورك طيبه. شعوب عاديه محترمه تمشي وتتقيد بالقانون، ويعجبني فيهم خصوصا ملبن. احنا الحين احنا قضينا على الكورونا والحمد لله لليوم 28 ولا حاله كورونا، بتاريخ اليوم 27/11/2020 شعب تقيد والتزم بالقوانين، لهذا السبب قضينا على الكورونا لليوم 27 ولا حاله كورونا ولا وفيات الحمد لله. فهم اي شعوب تلتزم بالقانون، شعوب ملتزمة عندهم نظام سيستم. وانت اذا كمهاجر او تحب تهاجر في شغلة بعلمك عليها وانتبه لها، في فن اسمه فن شلون تعرف السيستم، لازم تعرف السيستم شلون ماشي، لازم تعرف الادارة شلون ماشية، لازم تعرف الجو اللي حواليك شنو يبي تمشي عليه. يعني ما تجي انت وتجي وتصير عفوا يعني تسوي عصابة ولا تغلط على الشرطي ولا لا لا لا، كل شيء بسيستم، كل شيء بنظام. ما تجي تفتح انت محل ومن غير ترخيص، واسطه بخشيش ادهن سير هذا بلد عمك، ما عندنا شيء هذا، مو عندنا، ما في يعني، مو الامور اللي في الوطن العربي مو موجوده في استراليا ونيوزيلندا. نظام لازم تعرفه، ويكون عندك محاسب كويس وعندك محامي كويس، هذا اهم شغلتين حتى ما يصير لك مشاكل مستقبلا. بالنسبه للعنصريه، انا اشوف ان العنصريه موجوده بكل دول العالم، يعني حتى بافريقيا عنصريه. يعني انت لو تجي هنا تفتح محل بقاله ويجيك المنافس يمك افريقي اكيد بتضايق. فالعنصريه موجوده في الدول، بعض الدول اللي عندنا من غير تذكر اسامي، وانت بعرف ما اقصد، ما تدش الا فيزا، انت من ولده، انت من اي قبيله، يا فلان يا علان، وهذا ام العنصريه. واحنا اسلامنا وديننا أصدق يعني يقول لا فرق بين ابيض ولا اسود الا بالتقوى، وما انا عارف في بعض الناس. فالعنصريه موجوده ولكن تصرف فردي، القانون ضد العنصريه، القانون اي واحد يقول لك جو باك تو يور كنتري، انت وي فروم، الامور هذه كلها ما لها اي حق، لك قانون ولك قضاء عادل هنا، ما لك العنصريه تشوفها ولكن تصرف شخصي. في ناس عنصريين، عنصريه تلاقيها في الوظيفه، تلاقيها في 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 ترقيه، عنصريه تلاقيها في العمل، تلاقيها في في في, في الرياضه، العنصريه تلاقيها في امور موجوده وفي كل بلدان العالم. فبس يعني انا شخصيا والله ما اشوفها، ولكن تشوفها بقلبه ايش عليه فيه؟ اذا هو مخاب مخليها بقلبه ولا هو طالع لي بنظره، ايش تبي تسوي ببالك شغل فيه؟ عندك اي شيء مشكله مع اي شخص مثل ما قلت لك، حط عندك الكاميرا وشغل الكاميرا اذا حسيت انك مظلوم، حتى تضبط للقاضي ان انت
على حقه. قلت لك نو هاو تو سيت هاو تو بروفيت، هذا عندهم مثل ومطبق لازم تثبت، مو الا يعني مو الا والله انا قال لي ولا وانا احلف ما احلف ما عندهم شيء هذا. فهذه بالنسبه للعنصريه مو ما هي ما هي ما هي عائق يعني كبير يعني، وبالعكس في مناطق اصلا عربيه وفي مناطق يعني كثيره بالجاليه العربيه يعني ما نشوفها الحمد لله. بالنسبة للبيوت، ركز لي على البيوت. البيوت هنا منتبه ملاحظة مهمة جدا، ركز على الكلام اللي بقول لك عليه. في شيء غريب في استراليا، في شغلة اسمها ستام ديوتي، يعني ضريبة انك يوم تشتري بيت اسمه ستام ان ديوتي، وفي يوم تبيع البيت عليه ضريبة. هذا الشغلة نيوزيلندا هذا الشيء هذا ما شفته، ما عندهم. فتلاقي البيوت شراء البيوت بنيوزيلندا ارخص من شراء البيوت من استراليا. اقل بيت باستراليا نص مليون دولار استرالي حسب الحسبه، وطلع الحسبه عندك وتشوف الانترنت عندك وتشوف الفرق شنو يعني نص مليون بالنسبه اقل بيت يعني. اذا مناطق بعيده 300 200 300 الف، اذا مناطق بعيده تبي مناطق حوالين ملبن وسيدني بريزبن ادليد نص مليون 400 الف هذا اقل بيت. وطبعا البيت على حسب الحجم والطول والمساحه والديزاين والعمر والامور هذه كلها، الامور اللي يعرفها اهل البيوت. نيوزيلندا البيوت فيه 300,000 و200,000 و400,000 وعلى حسب. فنيوزيلندا بيوتها ارخص بالنسبه لاستراليا كشراء. الحين اللعب يلعب الحين، شوف الفرق الحين بالنسبه للاجار. شوف 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 الاجار، استراليا اجارها ارخص من نيوزيلندا، وركز على هذا الكلام. نيوزيلندا اجارها اغلى من استراليا، استراليا ارخص بالاجار من نيوزيلندا. ليش؟ ليش؟ هنا بيوت كثيره، هنا عندهم البناء ما شاء الله وايد، هنا العماير اكثر، البنايات اكثر. يعني تلاقي مثل ما شرحت بالفيديوهات، تلاقي واحد عنده بيت او بيتين يم بعض يدهم يبني بنايه، فتلاقي الشقق كثيره. نيوزيلندا ما عندهم شيء هذا، ما شفته. لهذا السبب تلاقي الاجار في بيت منطقه يبعد عن السنتر 30 40 دقيقه 700 و600. انا ذكر يوم يعني تركت نيوزيلندا 600 700 الاجار للبيت اللي يتكون من ثلاث غرف. لا استراليا في مناطق سيدني ملبن بريسبن تلاقيها بكم 300 350، تلاقي بيت محترم ونظيف ثلاث غرف اربع غرف. فالاجار الاجور الاجارات البيوت ارخص في استراليا. حطيت اعطيك معلومه عن تجربه وعن خبره في انه حسب مجال عملي ايضا. للرواتب، الرواتب اني ركز على هذا الكلام، رواتب استراليا اكثر من رواتب نيوزيلندا، رواتب استراليا اكثر من رواتب نيوزيلندا. وفرص العمل متوفره في استراليا اكثر من متوفره في نيوزيلندا. فلهذا السبب تلاقي الكثير من النيوزيلنديين الخمسة مليون نسمه، كثير من النيوزيلنديين يجون يهاجرون، مش يهاجرون يسافرون. ليش يسافرون لاستراليا؟ ليش؟ انتبه، وهذا كلام يمكن اول مره تسمعه. في اتفاقيه بين نيوزيلندا وبين استراليا، بين الحكومة النيوزيلندية وبين الحكومة الاسترالية، ان المواطن اللي يحمل الجنسية البلد هذه واللي يحمل الجنسية هذه له حق التنقل متى شاء. هذه نقطة مهمة جدا، يعني اذا انت عندك جنسية نيوزيلندية قررت تسافر، طق تذكرتك وما حد يكلمك المطار، اهم شيء لا دخل ممنوعات، وتدش وتعيش عادي، لك حق العلاج ولك حق التعليم لاطفالك من سنه الى 18 سنه، ولك حق الاعانه الاجتماعيه من سنه الى 18 سنه، يدفعون لك فلوس لعيالك ودراسه ما عدا الجامعه. الجامعات لا، القوانين تغيرت، فالجامعات اصبحت انك لازم تدفع عليها فلوس لعيالك. فلهذا السبب تلاقي التعاون بينهم ممتاز جدا، وذكرك نفس التعاون اللي بالوطن العربي ما شاء الله، نفس التعاون يعني ما في فرق يعني، اعتقد حتى يمكن الوطن العربي افضل بالتعاون في هذه الامور يعني. فبالنسبه للتعاون عندهم ما شاء الله كويس محترم. فلهذا السبب اغلب ربعنا اللي اول ما ياخذ جنسيه من نيوزيلندا طق المطار تشيك بوم اللي هو في استراليا، سيدني ملبن بيرث عندك بريسبن. فلهذا السبب يسافرون. ليش؟ لانه خلاص صار مواطن له حق يعيش من غير اقامه في استراليا وعلاج والامور هذه كلها. شيء في مشكله مهمه جدا، اذا عملت مشكله في استراليا تسفير على طول. مشكله مش جنحه طوفه اشاره ولا شغله ولا عفوا انك يعني صارت لك مشكله بسيطه، لا اذا صار جنايه وقضيه كبيره تسفير على طول لنيوزيلندا. وكذلك ايضا الاسترالي اللي يعمل مشكله في نيوزيلندا يسافرونه على طول لاستراليا. فاخوي امش سيده، عدوك احتار فيك، وما عندك مشكله تعيش في البلد متى شئت. النيوزيلندي يحب يتنقل والنيوزيلندي يحب يعيش في استراليا عادي متى شاء ومتى حب، والحدود مفتوحه ومن غير فيزا من غير اقامه من غير كل شيء. فاغلب ربعنا في موضوع الجنسية، شلون تاخذ جنسية اذا انت عندك
جنسيه نيوزيلنديه تحبين تاخذ جنسيه استراليه، وشلون انت استرالي تحب تعيش بنيوزيلندا تحب تاخذ جنسيه في نيوزيلندا، هذا موضوع اكلمك عليه بعدين، موضوع شويه يبي له فن وتكتكه، وانا بتكلم على الفرق بين الدول يعني. فحبيت اعطيك شنو الميزه هذه. الرواتب ممتازه جدا، فرص العمل كثيره متاحه جدا باستراليا، فرص عمل كثيره. انتبه على القناه وتخليك تابعني على القناه ان شاء الله، اعطيك وبيقول لك شلون تلاقي وظيفه من اليوم الاول. راح اعطيك امور سهله، حتى شلون تعرف على المحامي، شلون تعرف على المحاسب، شلون تاجر بيت، شلون تعيش، شلون منين تشتري، من اي بضاعه. تابع القناه ان شاء الله وانا اعلمك عليها شوي شوي اذا انت مهتم بالهجرة عن نيوزيلندا عن استراليا، واعطيك وثائق يعني اعطيك امور واصور لك. فهذه الامور ان شاء الله انتبه وخلك على. واي سؤال اي استفسار عطني بالكومنت او زيد لي على الفيسبوك او عطني كومنت، وانا ان شاء الله فورا بس اشوف التعليق ان شاء الله ارد عليك ان شاء الله حسب متى ما كنت فاضي ان شاء الله. راح نكمل الجزء الاخر. امور كثيره يعني شبه يوميه، فلو تتابعني اذا عندك سناب، انا اقول اذا عندك سناب، او اذا انت مهتم بتتابع عن الحياه عن استراليا تابعني على سناب شات، وان شاء الله يعني راح تشوف معلومات تختلف تماما عن اليوتيوب، فهمتني؟ فهذا المقصد يعني. على المهم الى هنا ان شاء الله اوقف، وان شاء الله نكمل الجزء الثاني ان شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.